أنا في مشكلة. لأن المقهى يأخذ من الدرس على النقطة والشركة تجاوب مع اتفاقية تعاون الشركة، المقتضيات المواد اللي هو 62 و 63 و 64. معناه أنه لا أرى مانع فيه. سيد الرئيس، ما أود التأكيد عليه في الاتفاقية هو كما ذكر الشيخ الجنائي فيما هو كفاءة مكون سيد الرئيس. كفاءة مكون يعني كان نصوا واحد المبادئ الدائرية مهمة، نصوا واحد الأزمنة يعني كان في واحد الزمان ثلاث أيام ولا يومين تسوين من نجي تسوين سيد الرئيس كان تبقى ما تسمع، تبقى ما تسمع. وخلي بالي على ذلك كانت أسبوع، كان عندنا أسبوع حتى الله يومين، اعتبرت بأن ذيك اليومين ضاعت القياس. كتدخل كتفتح تلقى السي كيقول لك يوافقنا السادة الرؤساء ويوافقنا السادة المنتخبين. يعني من كيقرا السي في ديالو كيقول كنت لهنا وكنت لهنا وكنت لهنا وحاصل على الدبلومات وحاصل على حاصل على من كيجي كيف ما كيعرفش واش هي الجهة ولا واش هي الجماعة. هادشي وقع عندنا السي الرئيس وذكرنا السيد أسامة الصالحة عباس معنا، ذكرنا هادشي قبل من التكوين وقلنا هادشي اللي غادي يوقع في التكوين وهادشي اللي وقع. ولذلك السيد الرئيس يعني ما تم مدير السلبيات ولا ديال المكونين ما يحكش على الواحد، يكون مثلا شي فيديوهات عندهم صورين، شوف هاد السيد كيفاش كيكون الناس، المعلومات ديالو، الكفاءة ديالو وكذا، باش ما نضيعوش الوقت، هذا هو اللي كيخلي الناس ما كيمشيوش للتسويق. أما الإنسان إذا كان كفاءة، طاقة، وعنده ما يعطي، وعنده الجاذبية في كيلقى وداك الشيء، كتلقى الناس ربما بدل غير تقول فلان راه عنده تسويق الناس يشوفوا كاع منوني. فباش نخصوا مبالغ مالية وأوقات أن السيد العضو كيسمع في القيام في المسائل ديالو وكيجي وما يبقى ما يسمع هذا راه كارثة. شكرا. تفضل. شكرا السيد الرئيس استاذ الفضل الكريم. كما تعلمون اللجنة ديال المعارضة كنتقصوها حنا وكانت دابا حتى واحد المكانة اعتبارية لهذه اللجنة. أنا كالتالس السيد الرئيس المكتب أن يعطي واحد الأهمية لهذا الجنة فأي اجتماع استعطاله يعني المقاعد شارك هذه الجنة وحنا ولا شو الاقتراح ديالنا ربما الكلمة اللي قال السي نساوي أنا راه استغربت صراحة حضرت مجموعة من التكاوي هذا التكوين قال لي هو ديال الاتحاد الأوروبي كارثة من الكوارث أنا راه جلست أربعة أيام في ذاك التكوين صراحة ماشي هذه هي اللي كنهضروا نأهلوا المنتخبين الجهويين باش يكبروا باش يكسبوا لها التنمية الجهوية ماشي مثل هذا التكوين. لهذا السيد الرئيس كنتمسكم حنايا في إعداد ذوك المواقف الكتاب لا عندنا تجربة كيف لها كل تجربة كرئيس الجامعة من 2009 إلى حد الآن راه عندنا السي نساوي حتى وراء الجامعة راه عندنا تجربة خاصها تجربة يتم الاستثمار ديالها لأن الجهة حنا فعلا الأولى فينا نأهلوا هاد المنتخب هادي خصنا التكاوي شوف التكاوي اللي تكون فيها الخبرة والممارسة ناخذوها بعين الاعتبار. خمس سنين راه باش تحتكموا بالسير الذاتية في اختيار هذا المكونين هادشي اي واحد كنت بعثوا السير الذاتية في جوج صفحات ولا ثلاثة صفحات خصها يديروا لهم مقابلة السيد الرئيس لي زونتروتيان داروا لهذوك المكونين شي غادي تقول لي راه كان وكان وكان ولكن في الغالب يكون حتى التفاعل ديك الشيء اللي انا نفسي ما كايناش باش غادي تتفاعل مع هذا في المكونين باش احنا يعني الوقت ما نحسوش به واذا به المهم كان يكون الكواليس انا كنتامس اعطوا المكان هذا الجلسه السياسيه حبوها لان راه التصوير التعليم والتكوين المهني والتشغيل العلمي فاي حدث من الاحداث دار على مستوى الجهه وخص تشاركوها وحنا راه حنا موجودين نعطيو غير كلمه مضافه للعمل ديالنا العدد المجلس وشكرا. شكرا لكم دخلت فقط من باش نجاوب على اخر السؤال.